الحياه ديال الحسن اليوسي دايره بحال داك النشيد اللي ما غاديش ننساوه والو، وما غاديش ننساو ديك الايامات الجميله اللي كان كيستعرضوا فيها المعلمين ديالنا في الابتدائي بنغم عذب انشوده يا اخواتي جاء المطر، وديك اللعيبه ديال هيا اجلسوا تحت الشجر لا تلعبوا جاء المطر، وكنا نتابعه معهم فرحانين بنهم كبير ونغنيو بنوع من النشوه والارتياح. ولكن اشنو هو وجه الشبه؟ كان الحسن اليوسي كان كيشتغل في منصب باشا مدينه صفرو، وترقى مهنيا واجتماعيا، وهو من المؤسسات الكبار اسي لحزب الحركه الشعبيه، شارك في التحالف الحكومي في حكومه مبارك مبكاي الهبيل والمحجوبي احرضان، وشويه هو يولي وزير ديال الداخليه واول وزير ديال الداخليه في المغرب بعد الاستقلال عام 1956. حتى لهنا الامور مزيانه 10 على 10. شويه هو يتقلب اللعب 360 درجه وتقلب على النظام وفر الجبال الاطلس جريه واحده. السؤال عباد الله، بغينا نفهموا اشنو واقع وعلاش تقلب؟ واش غرق السفينه ولا غرقت به السفينه؟ كنطرح هذه الاسئله هذه واسئله اخرى مغيبه باش نفهموا اشنو واقع بالضبط في لحظه حاسمه من تاريخ المغرب. بدايه اللي خالته في العرس ما غاديش ينعس بالجوع كما يقال. استيقظ الحسن اليوسي وفمه معلقه ديال الذهب دون ان يكون عمره قد تجاوز 23 سنه. تم تعيون قائد صغير بعدما تعرض والده للاغتيال، حتى بوه كان قائد في عهد الحمايه. ديك اللعيبه ديال من الخال للخاله والمزلوطيبات على الدص في الهضره الغليظه. كيقولوا بان اليوسي مناضل وطني ضحى بكل شيء وعانق الوطن، في اشاره الى القرار اللي اتخذه عندما رفض التوقيع مع عدد من القياد في مرحله الاستعمار بعزل محمد الخامس وتنصيب بن عرفه في مكانه، ونفي اليوسي الى مدينه بن سليمان قبل ما يرحلوه لمدينه الصويره وغادي تعتقل. وعندما عاد محمد الخامس من الفنفه غادي يشد الجائزه، وتم تنصيبه وزير الداخليه في حكومه مبارك البكاي. لكن اليوسي اضطر الى مغادره المنصب ديالو بعدما عاش روينه وقوالب ما بقاش قادر عليها، كانت من صنع رجالات حزب الاستقلال اللي كانوا ما كيحملوش وما عندهمش معاه في الالف. وياه تم التعيين ديالو قايد دون ما يكون عمر ديالو 23 سنه بعدما تعرض والي ديالو للاغتيال بدوره، وظل في منصبه قائد بالمنطقه ليله الفتره الممتده ما بين 1924 1940 لمده 16 عام قبل ما يعزلوا نتيجة الرفض ديالو التوقيع على عارضة نصيب بن عرفة، وهي العارضة اللي وقعها عدد كبير من القياد في هذيك الفترة. ما دازت شي شهورة على تأسيس الحكومة الثانية لدريس البكاي، حتى أعلن يوم 18 يناير 1957 عن قيام حركة عدي أوبيه عامل إقليم تفيلالة بتمرد كبير ومسلح. هذا المسخوط هذا رفض ديكتاتورية حزب الاستقلال. كان عدي أوبيه أصقع ممن وقفوا موقفا وطنيا ضد إبعاد محمد الخامس سنة 1953 وقدم استقالته من القيادة. ففرض عليه الفرنسيون، طلع عليهم الدم، ففرض عليه الفرنسيون الإقامة الإجبارية حتى تحقق الاستقلال، فنال الجائزة وعينه محمد الخامس عامل بتافيلات، فكان من عناصر القوة الثالثة اللي برزت مع مفاوضة إكسليبان في إطار الوطنيين المعتدلين بالزربة بنوع عليه الحائط. ولم يطل تمرده طويلا فطوقت حركته شعبيا وعسكريا، وقدم في نهاية المطاف للتحقيق في نهاية شهر يناير من نفس السنة. خلال التحقيق معاه تبت مسؤولية وزير الداخلية السابق الحسن اليوسي وتورطوا في هذه القضية بشكل كبير، فقد قام عليه الدليل أنه كان متورط معه مع عدي أوبيه، وبأنه تأمر مع الفرنسيين والإسبان للحصول على السلاح ضد النظام. هنا قساح اللعب، فأعفي من منصبه كعضو في التاج أولا، ثم فر إلى جبال الأطلس، ثم لجأ إلى إسبانيا عبر مليليا. وقد ثبت أثناء المحاكمة على أن إسبانيا كانت قد تآمرت هي الأخرى مع زملاء التمرد وأعطتهم السلاح
والفلوس. وقد علق المرحوم عبد الرحيم بوعبيد انذاك عن تمرد عدي أبيه وتآمر الفرنسيين والإسبان، وقال بأن هذه القضية هذه حامضة تبين جيدا أن اليد الأجنبية لم تترك المغرب وشأنه، وأنما هو حدث من صنف المؤامرات الكبرى التي مكنت النفوذ الأجنبي من أن يتمكن في البلاد منذ سنة 1905. في يناير 1959 صدر الحكم بالإعدام في حق عدي أبيه، وجمع من رباعته وأصحابه، وبقى عدي أبيه في مستشفى ابن سينا إلى أن مات بحال الحمق في عزلة تامة. أما الحسن اليوسي رجع للمغرب في صيف 1962 وبقى كيدور بحال المجذوب وكيقول راه هو صاحب حزب الحركة الشعبية وهو اللي أسسو وأن حرضان استولى عليه، وكيقول راهم خدعوه وقولبوه للإطاحة به من منصب ديالو في مجلس التاج وكوزير الداخلية. النهاية والمهم في هذا الفيلم، اللي باغي يدخل السياسة وباغي يتعلم خاصو يتعلم القوالب والتحرميات. السياسة بالأخلاق ما عندهاش الكبدة. السي نيكولا، واش متفق معنا ولا لا؟ نيكولا ماكيافيلي من طبيعة الحال. كان معكم عبد الله الساور. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.